الحضور الكريم، نرحب بكم من جديد، وأيضا أدعو الأمين العام لجائزة أوروك الدولية الدكتور ثامر فليتفضل. مشكورا دكتور، تفضل. أيضا الدعوة مشكورة لأمين بغداد الأستاذ عمار الأسدي. الدعوة أيضا إلى رئيس وزراء الإعلام العربي الأستاذ مجاهد أبو الهيل، رئيس مجلس عفوا وزراء الإعلام العربي. أستاذ مجاهد تفضل، حياك الله. فليتفضل حضرة الفنان المبدع أسعد عامر المحترم. فليتفضل الأستاذ جلال كامل. فليتفضل مشكورا الأستاذ جلال كامل. فلتتفضل الأستاذة زينة أكرم. فليتفضل حضرة الكابتن الكبير عماد محمد. الأستاذ جلال كامل فلتتفضل مشكورا. حضرة الموسيقار الكبير علي خصاف فليتفضل مشكورا. حضرة المستشار الأكاديمي الدكتور محمد البلداوي المحترم فليتفضل مشكورا. حضرة الروائي الدكتور ماهر مجيد المحترم. حضرة الروائي الدكتور ماهر مجيد المحترم فليتفضل مشكورا. حضرة سعادة الفنان غانم حميد المحترم فليتفضل مشكورا. you
نسمع تحية. الأستاذ عبد الحميد الزبيدي المحترم فليتفضل مشكورا. حضرة الأستاذ محمد مؤيد فليتفضل مشكورا. حضرة جناب الإعلامي حيدر النعيمي المحترم فليتفضل مشكورا. العطار المحترم. فليتفضل الأستاذ محمد العطار المحترم لاستلام الجائزة. فليتفضل حضرة جناب الدكتور عماد هادي المحترم. فليتفضل حضرة سعادة الكابتن عماد محمد مشكورا. الكابتن عماد محمد، هذا التكريم هو لمنتخب العراق، وباعتبارك جزءا مهم من منتخب العراق قدمت الكثير والكثير، شكرا جزيلا لك. فليتفضل حضرة السيد هشام الذهب المحترم لاستلام الجائزة مشكورا. حضرة الفنان الكبير الأستاذ حسان دعدوش المحترم، تفضل مشكورا. أنيق حتى في مشيته. فليتفضل الفنان الكبير الأستاذ علي جابر المحترم.
الشكر موصول لأمين بغداد الأستاذ عمار الأسدي، والشكر موصول أيضا لرئيس مجلس وزراء الإعلام العربي الأستاذ مجاهد أبو الهيل.